هذا يقول شككت في عدد أشواط الطواف، هل هي ستة أم سبعة؟ يا أخي إذا شككت في عدد الأشواط ابن على الأقل وأكملها، إذا شككت هل طفت ستة أو سبعة اجعلها ستة، تجيب السابع، تبني على الأقل وهو اليقين وتكمل طوافك. وكذلك الصلاة، إذا شككت هل صليت ثلاث ولا أربع تجعلها ثلاث وتجيب رابعة وتسجد للسهو، تبني على اليقين وتزيل الشك والحمد لله. هذه قاعدة في العبادات، إنك إذا شككت فيها تبني على اليقين وهو الأقل.